هيبة، يعني حنة الشعر أكيد بتختلف عن الحنة اللي احنا بنرسم بيها، صح؟ اه طبعا. هل حنة الشعر بقى في السودان برضو مميزة أو مختلفة عن الحنة اللي موجودة؟ الحنة في السودان للشعر لا، هي اصلا الحنة بتيجي من السودان، فهي هي الناس المصدر. هي اللي هنا زي اللي هناك، بس الفكرة في طريقة العجن وطريقة حط الحنة بس. اوكي، يعني لو هنعملها للشعر نعمل ايه بقى كده؟ خلطة سوداني تخلي اللون مثلا حلو او تخلي اللون بصي، يقعد فترة اطول. هو بتلعبي في الالوان دي بحاجات الطبيعيه، زي ما الشاي، قلنا الشاي، الكركديه، البنجر، الكركديه، البصل. القشر بتاع البتنجان، كل الحاجات اللي هي بتديكي لون طبيعي، ما اوكي، بنحطش اي حاجه فيها كيميكال او اي حاجه. حلوة قوي.